بين هذه المجسمات يأخذنا كريم إلى تاريخ الجزائر ليعرفنا بأهم المحطات التاريخية التي مر بها الأسطول البحري الجزائري والذي كان مهيمنا على البحر الأبيض المتوسط بقوته وصلابته الدفاعية. عموش كريم حرفي في صناعة المجسمات، مختص في مجسمات خاصة السفن البحرية تاريخية متعلقة بالأسطول الجزائري ما بين القرن السادس عشر والقرن العشرين. قبل ما نصنع أي مجسم لازم ندير دراسة وبحث، البحث ما بين الكتب الانترنت بيسير، وحتى كنا كي صار صعوبات ولا يكون تفاصيل تخصني في السفن نتصل حتى بالجامعة، عندي بعض الأساتذة مختصين خاصة في التاريخ العثماني نتصل بهم ويوجهوني ويعاونوني والحمد لله. بأدوات جد بسيطة يبدع كريم وهو حرفي إصامي في صنع سفن بحرية وبواخر في شكل مجسمات بسيطة كتحف للتزيين، لكن يبدع في محاكاة التاريخ بالاستناد على أقوال المؤرخين وروايات الأساتذة في تاريخ الجزائر. ولكن قدرنا باش نديرو تقسيم في المراحل الزمنية بالنسبة لتطور الأسطول الجزائري، هناك كاين حوالي أربع مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة اللي نسميها بالفرنسية ومثل غالير بارباريسك، معناتها السفن اللي جاو بها الإخوة بارباروس كي لباو النداء الجزائريين باش يحوزوا السفن الإسبانية اللي كانت محتلة مناطق عديدة من الجزائر. بداو بجاية جيجل وبتوجهوا حتى وصلوا للعاصمة. هذيك النوع تاع النوع الأول تاع السفن اللي هما لي غالير بارباريسك. ومن بعد ديك لا غالير بداتها باسكو لأن لا غالير كانت منتشرة في البحر الأبيض المتوسط. كل إمارة ولا كل دولة ولا كان عندها لا غالير خاصة بها. زاد تطورت هذيك لا غالير في عدة أصناف، منها لا غالير لا تختان، لا غالير غيال، ولي زوطر كاين لي غالير كاين النوع الصغير وكاين النوع الكبير. ومن بعد في فترة وصل القرن السابع عشر الجزائريين تفردوا بواحد النوع من السفن اللي يسمى الشباك. هذا الشباك هي نوع من لي غالير، ولكن من الخصوصية تاعها أنها كانت التسلح تاعها أهم من التسلح تاع السفن اللي قبلها. السفن اللي قبلها كان فيها مدفع واحد كبير من نوع كبير اسمه لاكورسيف، بينما في الشباك ولا عنده حتى 24 مدفع من نوع المتوسط. كان مسلح بطريقة جيدة. إبداع منقطع النظير والتاريخ يتجسد في مجسمات ملموسة تحاكي الحقبة الزمنية التي عاشتها الجزائر آنذاك. كريم يبدع في صنعها والمشاركة بها في كل المعارض الوطنية وأحيانا حتى الدولية، وتزين بها أيضا قاعات الفنادق والمؤسسات. في العمل تاعنا هذا كأننا نجسد التاريخ عن طريق هذه المجسمات. كي نخدموا أي سفينة راح نبحثوا قبل كما قلت نبحثوا باش كي نخدموا منتوج يكون يتقارب لأقصى درجة من المنتوج الحقيقي. ومن خلال اقتناء الناس لهذه المجسمات أو هذه اللوحات راح من جهة أنهم يقتنوا تحفة، ومن جهة راح اقتنيوا جزء من التاريخ أو جزء من التاريخ البحرية الجزائرية اللي يكون متمثل في نوع من أنواع السفن اللي كانت عايشة في الفترة هذيك. لأن ما ننساش بلي الأسطول الجزائري كان مسيطر على البحر الأبيض المتوسط لمدة ثلاث قرون، معناتها كانت عنده بحرية قوية جدا، ولازم أنه نبرزوا هذيك الناحية هذه عبر التاريخ كيفاش كانت البحرية الجزائرية متطورة. ما يصنعه كريم من سفن ومجسمات بحرية ولوحات لاقت استحسان الكثيرين ممن يتعطشون لشراء مثل هذه التحف أجل السفر إلى عبق التاريخ ومحاكاة تلك الحقبة التي عاشتها الجزائر، ليبقى التاريخ على شكل مجسمات ملموسة تتوارثها الأجيال.